الى ذلك اشاد معالي المستشار احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بنتائج جلسه المباحثات التي عقدت بين جلاله الملك المفدى واخيه فخامه رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه واشار معالي المستشار الى ان مملكه البحرين تقدر لفخامه الرئيس المصري مواقفه الاخويه الصادقه في تدعيم وتعزيز العلاقات الوثيقه مع مملكه البحرين والتي تجلت في تاكيده المستمر على صلابه ومتانه العلاقات الاخويه التاريخيه بين البلدين وقال رئيس مجلس النواب ان البحرين على ثقة من ان القمة البحرينية المصرية ستكون لها نتائجها المثمرة على صعيد الجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي في مرحلة بالغة الدقة تعيشها الامة العربية في ظل التحديات الكبرى التي تستهدف اضعاف الامة العربية وتمزيقها. واشار معالي المستشار بالعلاقات البرلمانية التي تجمع التي تجمع مجلس النواب البحريني بنظيره المصري. مش بما يبذله البرلمان المصري من جهود تسعى الى مكافحه الارهاب والتصدي له بكل حزم وقوه ومحاربه كافه القوى والتنظيمات التي تدعمه وتموله